نكمل سفر التثنية الإصحاح الثامن من عدد واحد. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكروا كل الطرق كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر، لكي يدلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لن تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. احفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوذك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي صار بك في القصر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث لا ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك، لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة، بل أذكر الرب إلهك أنه الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم، كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح السابع ضرورة أن الإنسان ينقي الجو اللي حواليه ويبيد كلية جو الخطية ويرفض الخطية بكل أشكالها وبكل صورها، زي ما اتكلم وقال لهم تهدمون مذابحهم ما تدخلوش في عهد معاهم، وقال له انت شعب مقدس، شعب اخص مميز، شعب مختار، شعب محبوب، وقال له عشان كده باستمرار اقطع كل علاقة بينك وبين الخطية، كل علاقة بينك وبين الشر. ووقفنا المرة اللي فاتت عند اخر آية اللي ربنا قال له لما تخش البلد وتيجي تحرق التماثيل وتكسرها، اوعى قلبك يزوغ
وتحرق الخشب وتخلي الايه الذهب والفضة وتدخلهم الى بيتك. وحذروا قال له اوعى تدخل شيء رجس الى بيتك بل تستقبحه وتكرهه. فيجب ان الانسان ينقي حياته كلها من كل مجال للعشرة ومن كل مجال للخطية ومن كل مجال للشر. فيجب ان الانسان ينقي حياته كلها من كل مجال للعشرة ومن كل مجال للخطية ومن كل مجال للشر. وياخد باله كويس لانه ممكن اغراء الشر يخليه يخضع للخطية. نحرق الخشب لكن الذهب والفضة خسارة، ليه؟ نستفيد بيه، نقدر نجيب فلوس. لكن ربنا بيعلمنا ان احنا نكره كل شر وايضا كل شبه شر. عشان كده الكنيسة ما بتقبلش عطاء او ما بتقبلش صدقات من الناس الاشرار. يعني واحد يختلس مثلا وبعدين يقول طب نطلع العشور من اللي انا اختلسته، الكنيسة ما تقبلهاش، ترفضها. لان ربنا بيقول للانسان اوعى تنخدع من اغراء حتى لو كان في هذا خسارة. اوعى قلبك يكون بيجري ورا المكسب، لو بتجري ورا المكسب فقط هتخضع للخطية، هيبقى شرك ليك. وبيقول للانسان خليك نبيه وصاحي انك ما تستخسرش شيء تخسره من اجل ان حياتك ما يكونش فيها غلط. وده اللي قاله بولس الرسول، اني احسب ان كل شيء نفاية زبالة من اجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. وبيوصي انك اوعى تدخل حياتك، اوعى تدخل في بيتك شيء رجس او شيء فيه شر او فيه خطية. مش بس ما تدخلش، تستقبحه وتكرهه، يعني ترفضه من جوه. ويمكن كنا من فترة كبيرة اتكلمنا عن طبيعة الانسان المسيحي اللي بيتكلم عنها في المزمور، طبيعة القداسة، انه بيعرفها كده انه احببت البر وابغضت الايه الاثم. مش فعلت البر ولم تفعل الاثم، لا، احببت البر وابغضت الاثم. فرق بين ان انا احب البر وان انا اعمل البر، في فرق. والنيل اعمق، اللي بيحب البر اعمق. طب تفرق ايه عن الانسان اللي يفعل البر؟ بيعمله بفرح كويس. ان مش كل اللي بيعمل البر بيعمله لانه بيحبه. ممكن بيعمل البر كتأدية واجب او حاجة مفروضة عليه غصب عنه بيعمله، او علشان يتظاهر الناس تمدحه، او ينال مكسب من وراء هذا البر. لكن هو ما بيعملش البر لانه طبيعته بتحب البر، وبيعمل البر نتيجة اسباب اخرى. ايضا الانسان اللي ما بيعملش الشر، طبيعة المقدسة اللي لازم نقتنيها، مش اني بس ما اعملش الشر لكن اكره الشر. لاني ممكن ما اعملش الشر لان الفرصة لسه ما جاتش، او لاني ما بعرفش اعمل الشر، او لاني خايف من العقاب، او لاني خايف من الفضيحة. لكن مش كوني ان انا ما بعملش الشر ان انا قديس. يعني مش كوني ان انا ما بترشيش او ما بسرقش، مش لاني بكره السرقة، ممكن لاني ما بعرفش اسرق، او لان الفرصة ما جاتش ان انا اسرق. لكن لو الفرصة جت، يا ترى يكون تصرفي ايه؟ لو الفرصة عرضت قدامي هتكون ايه تصرفي؟ عشان كده طبيعة القداسة اللي ربنا عايز يحطها فينا هي ان احنا نحب البر وان احنا نكره الاثم. عشان كده بيقول له تستقبحه وتكرهه، تستقبحه وتكرهه. فصح طبعا كله محوره بيدور حوالين إبادة كل علاقة بالخطية، كل علاقة بالشر وكل شبه شر.
بعدين ابتدى ينقله في اصحاح 8 عن طرق الله او معاملات الله مع الانسان. وتلاحظوا كلمة عجيبة كده اتكررت كتير في الاصحاح 8، مين خد باله منها؟ اذلك. هي بتتكلم عن طريق المعاناة او طريق الضيق او طريق التجربة كطريق اساسي لعبورنا في البرية، ان لابد من التجربة، لابد من الالم، لابد من الضيق. وحنفهم ليه او ايه فايدة التجربة في حياة الانسان. لكن كلمة اذلك ما جاتش بمعنى ان هو يخضعك او ان هو يعني يحبطك او يعمل لك سبريشن، لكن جات بمعنى هامبل. هامبل يعني خليك متواضع، يخليك متواضع في حياتك وفي طريقك وفي سلوكك. لان صفة اساسية للانسان اللي يقدر يخش الملكوت او يارث ارض الميعاد انه يكون انسان متواضع. عشان كده في اخر الاصحاح بينبهه، اوعى يتكبر قلبك وتقول بقوتي ويداي صنعت كل هذه الثروة. مين اللي عمل كده في العهد القديم؟ قال بقوتي ويداي وباقتداري. نبوخذ نصر لما وقف كده لمملكة بابل وقعد يتفرج على العظمة والمجد اللي حققها، قال قوتي ويداي باقتداري حققت كل المملكة. ونسي ان نفسه ان نبوخذ نصر ده ما كان الا مجرد آلة في يدي الله بيستخدمها. فحصلوا نبوخذ نصر طرد من بين الناس وصار مأكله بين وحوش الارض. لحد امتى؟ لحد لما اتضع، لما عرف حقيقة نفسه ورجع له عقله وربنا رد له المملكة مرة ثانية. فتعالوا نشوف الطريق، طريق الضيق اللي ربنا بيمرر فيه الانسان. زي ما بيقول الآية الذهبية اللي في الاصحاح ده، هو فأذلك لكي يحسن لك في في آخرتك. أذلك لكي يحسن لك في آخرتك. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون وتعملون لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم. بيكرر لهم نفس الوصية، إن جميع الوصايا، مش وصية وصية لأ اللي تيجي على مزاجي أو اللي تريحني او يعني اللي احس انها ممكن تتنفذ، قال لا، كل الوصايا تحفظون وتعملون لكيما تحيوا وتكثروا. وكأن اول خط بيحطه لنا ربنا ارتباط الحياة بوصيته او بالكلمة بتاعته. مفيش حياة للانسان إلا إذا كان لي ارتباط بكلمة الله، زي ما حيعلم بعد شوية، مش بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الله. إن كلمة ربنا هي قوام حياة الإنسان. عشان كده تلاحظوا حاجة مهمة جدا في سفر التثنية. يمكن بعض الناس تقول الكلام يعني متكرر، أو يعني كله عبارة عن كلام، عايزين أحداث، عايزين حواديث، عايزين حكاوي. شوفوا خطورة سفر التثنية ده، ان السيد المسيح حارب بيه. لحد دلوقتي دي ثالث آية بنشوفها المسيح بيستخدمها في محاربته في التجربة على الجبل لمين؟ للشيطان. خطير جدا سفر التثنية ده. ثلاث ردود اللي رد بيها السيد المسيح كان من خلال سفر التثنية. عشان كده سفر تثنية الاشتراع من اخطر اسفار الكتاب المقدس، لانه مضمون الكلمة، كلمة ربنا. زي ما قلنا ان بيتميز لحد دلوقتي، لحنا شايفين طقوس ولا فرائض ولا ذبائح ولا شرائع ولا اشخاص ولا غيره، كل الكلام منصب على
كلمة ربنا كحياة، ارتباط كلمة ربنا بالحياة. عشان كده لو كنتوا عملتوا التدريب اللي خدناه في المزمور 119 بيردد جملة لطيفة جدا لما بيقيس قلبه او موقفه تجاه كلمة الله ويلاقي نفسه كده بعد او مؤثر او مهمل او مش فاهم، يردد مقطع لطيف قوي يقول له ككلمتك احيني. ككلمتك ايه؟ احيني. على حسب كلمتك اديني يا رب حياة، انما اعيش بموجب كلمتك ومن خلال كلمتك. عشان كده كل ما يقيس نفسه الانسان ويلاقي يعني ان هو مش عايش او ما بيستمدش حياته وقوة حياته من كلمة الله، يرجع على طول يلحق نفسه ويقول لربنا ككلمتك ايه؟ احيني. ومرة تانية يصرخ له ويقول له فهمني فاحيا، لانه مش كفاية بس ان انا اعرف، لكن مهم ان انا كمان ايه؟ افهم. زي ما في اشعياء واحد بيعاتب ربنا، شعبي لا يعرف، اسرائيل لا ايه؟ لا يفهم. الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، اما شعبي فلا يعرف واسرائيل فلا يفهم. لا عارف ولا فاهم. لكن هنا ارتباط الكلمة بالحياة، ثم ارتباط الكلمة بالبركة او بالكثرة. لان ممكن واحد يكون ليه حياة لكن مفيش بركة، مفيش اكثار، مفيش ثمرة في حياته. لكن يقول لهم لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض. مش هتقدر تدخل الا بقوة الكلمة. زي ما بولس الرسول لما جمع ارسل من ميليتوس وجمع اسوس افسس يقول لهم انا سيبكم لكلمة الله القادرة. كلمة الله الايه؟ قادرة ان تبنيكم وتغرثكم وتثبتكم وتنميكم. عشان كده كلمة ربنا تقدر تدخل الانسان الى الحياة، ومش بس تدخل او الاكثر من كده انك ايه؟ تمتلك. لان ياما في ناس دخلت وما امتلكتش. شفنا ال 12 جاسوس دخلوا لكن ما قدروش ان هم ايه؟ يتملكوا. ما فيش غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. التي اقسم الرب اله ابائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب الهك هذه الاربعين سنة. بيقول لهم في حاجة مهمة لازم تتذكروها تفتكروها، الطريق اللي ربنا مشي بيه او مشي فيه بيك خلال الاربعين سنة. وكلمة الطريق هنا تعني حاجتين، نفس الطريق المادي الجبال والقفار واللي فينا راح جنوب سيناء ومنطقة سيناء، يشوف قد ايه ان الطبيعة وعرة وقد ايه ان الطبيعة قاسية جدا، جبال مدببة ورمال ساخنة وشمس لاحق يعني تلسع الواحد. دي طريق المادية مشيوا فيها مدة 40 سنة. او الطريق المعنوية اللي يقصد بها معاملات الله مع الشعب، ازاي ربنا عامل الشعب في مواقف مختلفة، عامله في مواقف ضعف ازاي هو نصره فيها، في مواقف تذمر، في مواقف غضب، في مواقف خطية، في مواقف احسانات ونعمة، في معاملات كتيرة ربنا تعامل بها مع هذا الشعب خلال 40 سنة. عشان كده قال له تذكر كل الطريق التي سار فيها او سار بك الرب فيها. تذكر. وكلمة تذكر دي مهمة، ان من حين لاخر الانسان يفتكر، يفتكر اللي عمله معاه ربنا. التذكر ده ليه فايدتين، هيشوف الماضي وقد ايه ان ربنا عمل معاه اعمال عجيبة
وقد ايه اداله رعاية وقد ايه طول باله عليه وقد ايه ان هو احبه. فلما يشوف الماضي يحمد ربنا عليه ويلهج لسانه بالحمد، وبعدين لما يبص للمستقبل ياخد من الماضي ايه؟ ثقة في المستقبل، ان الله هو هو امس واليوم والى الابد. اللي اشتغل معايا واللي رعاني واللي حافظ عليا واللي طول باله عليا واللي سامحني واللي غفر لي هو هو يعمل ايضا في المستقبل. عشان كده مهم قوي ان الانسان تبقى له وقفات في حياته يتذكر فيها عمل ربنا في بداية كل سنة، في بداية كل مرحلة من حياته، يبص للماضي بتاعه علشان يقدم حمد ربنا اللي اجابه هذا الماضي بكل ما فيه من ضعفات وبكل ما فيه من حسنات، ويستقبل منه مستقبل مضمون في شخص الله الذي لا يتغير، الذي صنع بالأمس يصنع اليوم وإلى الأبد. بس كان ربنا دقيق جدا معهم يقول لهم وتتذكرون كل الطريق. كل الايه؟ طريق. خدوا بالكم حطوا كم خط تحت كلمة كل دي. ليه؟ لان الانسان بطبعه يحب يفتكر الحاجات اللي ايه؟ اللي على مزاجه، ويفوت الحاجات اللي مش عايز يفتكرها. لكن بيقول له افتكر كل الطريق الحلو والوحش، المعجزات العجيبة اللي صنعها ربنا معاك، وضعفاتك وسقطاتك وخطاياك وقساوة قلبك وعنادك وإهمالك. اتذكر كل الطريق عشان تتعلم منه. لكن لو بتبص لجزء من الطريق وتفتكر بس الحاجات اللي انت عايزها هتفقد اشياء كتيرة جدا. عشان كده ربنا بيقول لك افتكر كل الطريق. هسألكوا سؤال تقعدوا تفكروا فيه. هنا بيقول له تذكر كل الطريق، كل الماضي، كل الخطوات اللي ربنا اشتغلها معاك. واحد زي بولس الرسول في رسالته لفيلبي يقول اي عكس كده خالص. يقول ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ قدام، لكي انال الجعالة. هل تذكري للماضي يتعارض مع اللي بيقوله بولس الرسول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام؟ فكروا فيها دي ودونا اجابة مكتوبة. يقول له تذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القصر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. وهنا بقى يبتدي طريق المعاناة وطريق الألم. وزي ما قلنا إن يذلك بمعنى هامبل يعني يجعلك إيه؟ متواضع، مش إنه يخفز بيك الأرض يعني أو يحبطك. ساعات كتيرة الإنسان بيسأل لماذا الألم أو لماذا التجربة؟ هو أنت يا رب ما أنتش عارف؟ هنا بيقول يذلك لكي ما يعرف ما في إيه؟ في قلبك. ألا هو أنت يا رب مش عارف اللي في قلبي؟ محتاج إنك تحطني في امتحان وتجربة عشان تعرف اللي جوايا؟ أمال بيقولوا عليك فاحص القلوب ومختبر الإيه؟ كلها، وليس شيء مخفي أمامك. ايه معنى بقى ليعرف ما في قلبك؟ عشان انا اعرف نفسي، او عشان انا اعرف اللي ربنا عايز يعلنه، مش لان ربنا مش عارف. لا، ربنا عارف كويس. لما امتحن ابراهيم كان عارف ان ابراهيم هيثبت، ولما امتحن ادم كان عارف ان ادم هيسقط، كان عارف ان ده هيثبت وده هيسقط. لكن ليه بيقول هنا ليعرف ما في قلبك؟ تخيلوا مثلا واحد مدرس كيمياء بيدي تجربة للأولاد قدامه، بيقولوا ما نحط الحامض دهوت على المادة دهيت، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هو عارف التفاعل من قبل ما يحصل، عارف ايه اللي هيتكون. لكن لما بيقول لهم لنعلم ماذا سيحدث،
مش معنى كده انه مش عارف، لا هو عارف بس عايز يعرف دول اللي هيحصل. عشان كده اول حاجة ليه ربنا بيسمح بالألم او بالتجربة في حياة الانسان؟ مش علشان يمتحن الانسان لانه هو عارف مسبقا، لكن علشان الانسان يعرف نفسه. لان ياما في اوقات كتيرة الانسان ما بيكونش عارف نفسه، فاكر نفسه صح، ان اللي بيعمله تصرفاته ومبادئه صح. زي واحد بيخش الامتحان يقول لك ده انا حليت حل ما فيش بعد كده، كل الاسئلة مجاوبها صح، فاكر نفسه انه حلل ايه صح، تيجي تطلع النتيجة لأن نفسه سائط. اذا الامتحان هنا علشان يعرف نفسه، انه فاكر انه هو ماشي صح، فاكر ان اللي بيعمله صح، فاكر ان اللي بيعمله صح، لكن يجي الامتحان تطلع النتيجة انه سائط. واحد ليه شكل في الخدمة وليه شكل في الكنيسة وليه شكل في انشطة مختلفة، فاكر نفسه انه ماشي صح، خش في امتحان يطلع النتيجة ان هو ايه سائط، وسقوط يعني فاحش، عمال يتكلم عن حاجات كتيرة عن الله، بعد يخش في تجربة يضيع ربنا منه. فربنا يعرفه نفسه، يعرفه حقيقة نفسه. فعشان كده هنا الألم او التجربة مقصود بها ان الانسان يعرف ما في داخله، ان كنت ماشي صح ولا ان كنت ماشي غلط. فأذلك وأجاعك، برغم أنه أجاعك لكن أطعمك. لما ترجعوا لسفر الخروج، ربنا فضل عليهم 16 يوم قبل ما ينزل المن، حد ما جاعوا اتقرصوا من الجوع فعلا، وبعدين راح مديهم المن وسموه من لأنهم ما عرفوش ده إيه، ما هو يعني كلمة من، قعدوا يسألوا إيه ده، ما عرفوش ده إيه فسموه من. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الله، من فم الرب يحيى الإنسان. الآية اللي رد بها السيد المسيح في التجربة على الجبل، لما الشيطان قال له إن كنت أنت ابن الله فقل للحجارة تصير خبز، فرد السيد المسيح مكتوب، وجاب الآية دهية اللي في سفر التثنية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ايه هو ما يخرج من فم الله؟ اللي هو قوام حياة الإنسان. ان كان العيش هو قوام الحياة الجسدية، الخبز هو قوام الحياة الجسدية، فكلمة الله هو قوام حياة الإنسان الروحية. ايه اللي بيخرج من فم الله؟ يعني لو جبنا الكتاب المقدس ده، مش كل ده خارج من فم الله؟ حبينا يعني نلخص ده في كلمتين، كتاب المقدس في كلمتين، هتلاقوا الكتاب المقدس بيتكلم عن قسمين اساسيين، وصايا ووعود، وصايا ووعود. اي موقف اي آية هتلاقي لإما فيها وصية، وصية بمعنى نصيحة، وصية بمعنى نصيحة اعمل كده وما تعملش كده، او هتلاقي فيه وعد، الله يريد ان يعطيك شيء، بيعدك بشيء. ده كل الكتاب المقدس يتلخص في الكلمتين دول، وصية ووعد. والوصية تخرج من فم الله، والوعد يخرج من فم الله. وفي الوصية لك فيها حياة، زي ما قلنا ان الوصية دي عبارة عن الكتالوج بتاع الانسان، طريقة الاستعمال، تمشي عليها تلاقي حياة، زي ما بتجيب مكنة تمشي على الكتالوج، على طريقة الاستعمال تشتغل المكنة وتجيب انتاجية كويسة وتشتغل بالراحة، ما تمشيش على الكتالوج تعطلج المكنة، تخرب المكنة، تبوظ، تتعطل خالص. عشان كده الوصية فيها حياة. ايضا وعد الله في حياة، لان كل ما تاخد وعود من الله وتتحقق الوعود دي في حياتك، كل ما تقدر تدرك معنى حياتك وتفرح بحياتك، تفرح بحياتك. عشان كده الكتاب المقدس بالنسبة لنا
هو غنى وشبع وسرور، مصدر الحياة اللي بنرتوي بيه وبناكل منه وبنشبع منه. احنا بنعمل حاجات غلط كتير في علاقتنا بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده المنبع اللي انت بتاخد منه حياتك، ارشادك في كل موقف وفي كل تصرف وفي كل حيرة، وعودك اللي بتفرح بيها. لكن احنا بنعمل الكتاب المقدس حاجة تاني، يعني بننقي من الكتاب المقدس الحاجات، او بندور في الكتاب المقدس على الحاجات اللي بتتفق مع آرائنا، او يعني عايزين ناخد بعض التأكيدات ان احنا اللي بنفكر فيه صح. يعني بمعنى اخر عايزين الكتاب المقدس يطابق ما في اذهاننا وما في رغبتنا. عايزين نمشي الكتاب المقدس على ما فينا. لكن الكتاب المقدس مش كده. الكتاب المقدس ده انت اللي بتستمد منه، مش زي ما انت بتفكر او تعتقد او يعني تبدي رأي، لا، وتمشي الكتاب المقدس على ارائك. الكتاب المقدس هو اللي انت بتمشي عليه، طريق اللي بتسلك بيه. عشان كده في رد السيد المسيح على الشيطان، الشيطان قال له يعني ان كنت انت ابن الله قل الحجارة دي تصير خبز. فقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. هو خدوا بالكوا، اصل بعض الناس بتفتكر وتركز على ان السيد المسيح استخدم المكتوب للرد بس على الشيطان عشان يسكت الشيطان. لا، مش كده بس، ده السيد المسيح استخدم المكتوب كقانون ذهبي لسلوكه. يعني السيد المسيح عايز يقول له ايه؟ انت قلت ان حول الحجارة دي تصير ايه؟ خبز، بس ما فيش الآية دي مش مكتوبة، الآية دي مش مكتوبة، عشان كده مش هعملها، مش هنفذها، لأنها مش مكتوبة، لأن أنا بستمد سلوكي وتصرفاتي من المكتوب. فاهمين الفكرة؟ مش مجرد بس إنه يسكت الشيطان بالمكتوب، لكن ده أكتر من كده. سيد المسيح عايز يقول إن سلوكي بستمده من المكتوب، عشان كده أعلن ما جئت لأصنع مشيئتي بالمشيئة الذي أرسلني، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. المسيح بيستمد سلوكه في البشرية اللي هو حاملها جواه من المكتوب، لأن تتحول كلمة ربنا إلى سلوك في حياتنا. هو مصدر الحياة اللي احنا بناكله، هو مصدر الحياة اللي احنا بنسلك من خلاله. مش بنعرف الكتاب المقدس عشان نرد على الشيطان، ولا نرد على بعض في المجادلات بين الطوائف، ولا معرفش عشان تبقى عندي معلومات، او عشان اشوف معلومات من الكتاب المقدس تتفق مع المعلومات اللي في ذهني. لا، الكتاب المقدس مش كده. احنا بنستعمل كلمة الله كما يستعمل الجائع الخبز، كما يستعمل الجائع الايه؟ خبز. دي حياتي، زي ما الانسان الجائع اللي حاسس انه بيموت من غير لقمة العيش ويبقى متلهف على لقمة العيش، ده اللي يبقى مفروض جوايا تجاه كلمة الله. بستمد بقوة منها، مش بقى لها وقت اديتها، ما تبقى لهاش بقى خلاص، يعني ربنا غفور كريم. مش حكاية غفور كريم، حكاية انسان جائع متعطش لكلمة الله. على رأي واحد بيقول مين اللي يعرف قيمة لقمة العيش؟ الجعان، ولا الرجل الكيماوي اللي في المعمل اللي يعرف ان العيش عبارة عن كربوهيدرات ومعرفش ايه وايه وايه اللي بيحللها؟ مين اللي يعرف قيمتها؟ الجعان هو اللي يعرف لقمة العيش، مش الرجل الكيماوي هو اللي يعرف قيمة العيش في كم سعر من المواد الكربوهيدراتية. اللي يعرف قيمة اللقمة هو الجعان، اللي يعرف قيمة الكلمة هو اللي حاسس باحتياجه ليها، ده اللي يعرف قيمة كلمة ربنا. نستعمل الكلمة كما يستعمل الجائع لقمة الخبز. عشان كده ربنا بينبه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان،
بل بكل ما يخرج من الرب. وربنا يطلع للإنسان وصايا، ويطلع له كلام محيي، ويطلع له وعود، يطلع له الكلمة الخالقة. وهو خلق العالم بإيه؟ بكلمته. أوجدنه من العدم بكلمته. مش هو أنك لقمة عيشك أو حياتك تستمدها من الوظيفة اللي بعد الظهر، ولا من المعاد اللي أنت مديه عشان تقابل واحد ترتبط بيه، أو معرفش عشان تعمل إيه، مش ده اللي هيديك حياة. آه مطلوب، لكن لازم تبقى عارف ان انت بتستمد حياتك في قوتها وفي معناها وفي حلاوتها من خلال اتصالك بكلمة ربنا اللي احنا بنهملها كتير جدا. زي ما قلنا ان الكتاب المقدس ده ممكن نقسمه الى وصايا والى وعود. ربنا قال لشعب اسرائيل مش هتعيش بالخبز، برغم ان انا نزلت لك من السماء، لكن افهم ان حياتك اصلا وبالاولى تستمدها من كل ما يخرج من فم الرب. اسرائيل فشل في انه يعمل كده. اسرائيل فضل يستمد حياته من ايه؟ من اللقمة اللي متاكلة، من اللذة، من المتعة. ما قدرش يبص لكلمة ربنا وما قدرش ياخد منها حياة. قعد يبص للبصل والكرات والتوم والبطيخ والقدور اللحم، كان حاسس ان دي اللي بتديله حياة، هي دي اللي بتديله متعة في حياته. فضل مركز عليه، فشل. فاللطيف جدا في شخص السيد المسيح لما جه وتجسد وحمل طبيعة البشرية في جسده، نجح في انه يتمم الايه؟ الآية ده هي. وفي ايضا البرية في الارض القفرة. الشيطان جاي يقول له يعني مش انت ابنه؟ سبك تجوع ليه؟ سبك للبهدلة ليه؟ مش ابنه ومش مديك سلطان؟ لما تحول الحجارة دي الى خبز. قال له مش مكتوب كده، عشان كده مش هعمل، لكن المكتوب هو اننا بحيا بكل كلمة تخرج من ايه؟ من فم الرب. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. كأن السيد المسيح في النصرة في النقطة دهية في التجربة على الجبل بيسلمنا حاجة كبيرة جدا. الانسان اللي فشل في انه يعيش على حسب ما يخرج من فم الرب، المسيح قال له لا، تعالى انا بديها لك اهي بجسم بشريتي. عشان كده كنت تلاحظوا ان الشيطان يعمل ايه؟ يرفع مستوى التجربة لمستوى الالوهية. ان كنت انت ابن ايه؟ الله. فيرد عليه المسيح بايه؟ بانسان، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. الشيطان عايز يرفع مستوى التجربة للالوهية عشان لما تبقى تنتصر، ما انت انتصرت لانك اله. لكن المسيح يرد التجربة للمستوى الايه؟ البشرية، عشان هو عايز ينتصر لمين؟ للانسان. ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. ما تبقش الحاجات المادية دهية. مش بيقول ان هو ابوك في محبته دي ليه ما اداكش؟ طب اعمل بقى اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه. اعمل اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه. الشيطان تملي حاربنا بوعود الله. يقول لك اهو وعد وما تمش. لكن شوفوا رد المسيح الحلو. المسيح يرد بايه؟ بالوصية. الشيطان يضرب بالوعد، والمسيح يرد بالايه؟ بالوصية اللي مكلفة او المطلوبة من مين؟ من الانسان. كأن ربنا عايز يقول كده للشيطان، يكفيني ان اصنع وصيته وانا متأكد من تنفيذ ايه؟ وعوده. عشان كده بيكمل على طول الاية يقول له ثيابك لم تبلى عليك، رجليك لم تتورم. ده احنا بنروح جنوب سينا نقعد 3 ايام رجلنا بترجع ورمة. دول قعدوا 40 سنة ثيابهم لم تبلى عليهم، ما ادمتش، ما تقطعتش. طب ازاي؟ طب دول كانوا بيكبروا، يا ترى الهدوم كانت بتكبر معاهم؟ قال له ثيابك لم تبلى عليك، فضلت مكفياك 40 سنة. دي مصنوعة من انهي قماش دي؟ يعني الواحد بيقعد معاه 2 3 سنين وتتقطع. ودي مش بس في يعني في مكان مكيف ولا في
في بيت متنظم، دول عايشين في قصر في جبال، محدش هو ماشي كده صخره مدببه تشد الجلابيه بتاعته تقطعها طب يعمل بيها ايه؟ جابوا قماش منين؟ ودول ما كانش معاهم اي صناعات. انتوا لازم تتخيلوا شعب خارج وبعجله غير منظم، مالوش جيش، مالوش صناعات، مالوش تنظيم معين، ومع هذا يقول له ثيابك لم تبلى عليك ورجليك ما تورمتش. لان هو الوصية ادي الوعد، امانة ربنا تجاه شعبه، زي ما ام محبة بتحب اولادها تفضب لهم هدومهم وتغسل لهم رجليهم وتوضب لهم الجزمة، تهتم بيهم وهم عشان يروحوا بكرة المدرسة. ربنا بيعمل كده معانا كأم مهتمة، كأم محبة، كأم محبة تقدم لينا ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم. الإنسان اللي بياخد كلمة ربنا قوام لحياته يستمد منها تصرفاته، فيها غنى، غنى عجيب جدا. وفي كل ظروف الحياة، الوقت اللي انت محتاج فيه إرشاد هتلاقي في كلمة ربنا إرشاد، الوقت اللي انت محتاج فيه تعزية هتلاقي تعزية، الوقت اللي انت فيه ضعيف هتلاقي في كلمة ربنا قوة، الوقت اللي انت فيه خاطي هتلاقي في كلمة ربنا غفران، الوقت اللي انت فيه فرحان هتلاقي فيه كلمة ربنا بتفرحك اكتر واكتر. غنى، يهبنا الله كلمته بغنى، زي ما بيقول تسكن كلمته فينا بغنى. لكن كنز ما يقدرش يكتشفه الانسان الا للانسان اللي اتمرن في الطريق مع ربنا. فيقول له ثيابك لم تبلى عليك، اهتميت بيك وكسيتك، وعمرك ما في يوم من الايام طوال الاربعين سنة لقيت نفسك عريان، الا في حالة واحدة بس. امتى؟ لما الشعب عرى نفسه بايه؟ بارادته. 40 سنة ما تعرش الشعب، الله كفيل بكسوته، لغاية ما هو أراد بإرادته أنه يتعرى. يقول جلس الشعب للأكل واللعب أكل والشرب ثم قاموا للعب فتعرى إسرائيل. دي المرة الوحيدة اللي تعروا فيها، وكانت التعرية دي بإرادتهم مش لأن ربنا أصر في أنه يكسوهم. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلن في قلبك، تعبير لطيف قوي ربنا بيقوله لنا، حط الامر ده في قلبك واعرفه كويس من جواك، انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك، كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك. كلمنا عن التجربة علشان تعرف الانسان حقيقة نفسه، دلوقتي بنتكلم عن التجربة والتأديب من اجل التأديب والتنقية. كلمنا عن تأديبات الله من اصحاحين فاتوا، وقلنا تختلف في 3 مواقف، كل واحد فينا بيختلف تجاه تأديب الله، لاما ايه يحتقر التأديب يقول طز ما يهمنيش، لاما يخور ويسقط تحت التأديب ومش عايز يتعلم، لإما يتدرب بيه للإيه؟ للسلام.